السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في مدرستكم مدارس هبة الله ضمن منظومة التعلم الإلكتروني. ما زلنا نتحدث حول منهاج اللغة العربية لطلاب وطالبات الصف السادس. ما زلنا في درس المحفوظات يا سادس، وهو بعنوان عزة النفس. شرحنا في الحصة السابقة الأبيات الأربعة الأولى، واليوم نستكمل بإذن الله ما تبقى لدينا من أبيات هذه القصيدة. أتمنى أن تكونوا قد قرأتموها وتأملتوا في معانيها، وهي ثمانية أبيات شرحنا في الحصة الماضية أول أربع. الآن ننتقل يا سادس إلى البيت الخامس. أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أو لما. الآن الشاعر ينزه نفسه عن كل شيء يضره أو يسيء لسمعته أو يذله، خوف أن يشمت به الأعداء ثم يسألوه لما فعلت ذلك؟ كيف حدث ذلك؟ إذن ينزه نفسه ويرفعها عن كل ما يهينها حتى لا يقول أعداؤه عنه لما فعلت ذاك وكيف حدث. في البيت التالي فأصبح عن عيب اللئيم مسلمة. إذن الآن النتيجة، لما يحفظ نفسه يصبح عن اللئيم مسلم، أي يحفظ نفسه عن تعييب غيره أو أن يلومه أو أن يشمت به اللئيم. أما في نفس الكريم فيزداد تعظيما، إذن يحفظ نفسه عن أن يعيبه اللئيم، وفي نفس الوقت يكون عظيما في نفوس الكرام. وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما، أي يبتعد بنفسه من أن يضاحك العابسين، أن يضاحك السيئين الذين يذلوا الإنسان، أو أن يتلقى بالمديح مذمما، لا يتلقى من مديحا من شخص مذموم، من شخص لا يعرف شيئا بأصل الأخلاق أو بأصل المدح أو لمن يكون. إذا يكرم الشاعر نفسه من أن يضاحك عابسا شاحبا، أو أن يتلقى المديح من شخص مذموم، لأن مدحه وكلامه مشبوه يا سادس، أو مدحه وكلامه منقوص. وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرمة. طبعا يا سادس هذا بتحدث عن أقدار الله، كم من نعمة كنا نستشعرها ونعيشها لكنها كانت نقمة في الآخر، كم من المال كان نعمة كان سبب لهلاك صاحبه لا قدر الله، وكم مغنم، مغنم يعني مكسب، يعتده الحر مغرمة، أي يكون في النهاية مغرب وسوء منقلب. هذه كلها أقدار من رب العالمين. إذن هناك الكثير من الأمور تعد من النعم، ولكنها على الحر تعد من النقم، وكذلك الكثير من المعاني يعتبرها الحر خسارة وضرر. طبعا يا سادس هذا كله يعود إلى ما قدر الله، قد تكون نعمة وتبقى نعمة، وقد نظنه خسارة ويكون مكسب، لكن في النهاية الاستعانة بالله واستخارة الله ودعاء رب العالمين هو الذي يبصرنا وينير لنا الطريق. الآن في النهاية نرى المعاني والمفردات. المطلوب من هذه المعاني يا سادس ما ورد في الكتاب فقط، لن أطلب أي معنى جديد. هذه المعاني التي أمامنا نحفظها لو تكرمتم. بالنسبة للأسئلة طبعا أنا وضعت لكم الحل، سهل جدا. ما معنى النقمة؟ النقمة هي العقوبة. أنزهها أبعدها عن، معظم أي موقر، المعظم هو الموقر. ما الفكرة الرئيسية في البيتين الخامس والسادس؟ صاحب الخلق الرفيع يقدره الآخرون. حدد الأبيات التي عبر فيها الشاعر عن المعاني الآتية. أنا وضعت لكم فقط اسم أو رقم البيت حتى طبعا أوفر عليكم الكتابة. هذه الأبيات موجودة أمامكم وأرقامها. الآن هذا ضد كل من الكلمات، الحر ضد المقيد، عابس ضدها الضاحك، الذل ضدها العزة. أي من الأبيات أعجبك؟ طبعا هذا يعود إلى الطالب. الآن يا سادس اخترت لكم بعض الكلمات لإعرابها واستخراجها، وضعت لكم حولها دائرة. الآن يقولون، يقولون طبعا الكلمات مرقمة، نمشي حسب الترقيم. يقولون هي فعل مضارع يا سادس، طبعا هذه من الأفعال الخمسة، مرفوع بثبوت النون لأنها من الأفعال الخمسة، أحببت أن أذكركم بها.
أكرم. لاحظي يا سادس، مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر، بماذا يذكركم يا سادس؟ هذا فعل ماض مبني للمجهول. ما زلت، هذه معلومة جديدة حبيت أذكركم فيها، قد تكون لأول مرة تسمعوها، وهي أن ما زال وما زلت وما يزال من أخوات كان، من أخوات كان، لذلك تعتبر فعل ماض ناقص، من أخوات كان. معلومة جديدة لكنها مهمة جدا. ولكن من أخوات مين يا سادس؟ هذه من أخوات إن، ويعرب حرف استدراك ونصب، وهو من أخوات إن، والدليل هاي اسم لكن، ها هو منصوب. لا يشينها، ما هذه اللا؟ هذه لا النافية وليست لا الجازمة، لا النافية لا تؤثر على الفعل، والدليل هاي ما زال مرفوعا. آخر معلومة أحببت أن أفيدكم فيها هي كلمة كم. كم يا سادس أحيانا تفيد السؤال، كان نقول كم عمرك، كم المسافة، هنا أنا لم أسأل، هنا الكم تفيد التكثير، تسمى كم الخبرية، تفيد التكثير. وكم من نعمة، أي يريد أن يقول النعم كثيرة التي كانت علينا نقم، فقال كأن أقول مثلا كم أنت جميل، كم أنت رائعة. هل هنا أنا أسأل؟ أنا لا أسأل، إنما هذه كم خبرية تسمى، وهي تفيد التكثير، أي أكثر، جمالك كثير، ذكاؤك كثير. هذه هي الاستخراجات المطلوبة، هي بسيطة لكن أحببت أن أذكركم بها لتحفظوها وتستفيدوا منها بإذن الله تعالى. انتهت حصتنا لهذا اليوم، يعطيكم العافية.